قبل بس برضو ما اروح للكابتن بلال والكابتن اسامه، خلينا نطلع نشوف ايضا كريم احمد مع كابتن سيد عبد الحفيظ، نشوف هيقول لنا ايه في هذه المباراه. بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز مهم والنادي الاهلي بيستمر في الانتصارات. النهارده كمان كان جيم تكتيكي على اعلى مستوى. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، كابتن سيد ببارك لك. النهارده يمكن بنقول رغم كل الظروف لكن النهارده في جيم تكتيكي رائع. النهارده قرينا بشكل كويس فريق نادي وادي دجله، تلت اللي قدام كان في شغل كبير جدا. بشكل عام كابتن سيد بيشوف الجيم النهارده ازاي؟ يعني الحمد لله طبعا مباراه في سياق الدوري، مباراه صعبه في توقيت برضو صعب، خصوصا واحنا مقبلين على مباراه سيمبا. يعني طبعا انت في الفتره برضو محتاج ان انت تبقى دايما بتعمل ضغط على الفرقه المنافسه، فده مهم جدا جدا. يعني مباراه مع فرقه عندها جهاز فني على مستوى عالي جدا، بتلعب بشكل معين بتكتيك معين، يعني طريقه الاستحواذ من خلال التحضير من ورا. يعني فكان مهم جدا مستر لسالتي ادار اللقاء بشكل كويس جدا. يعني جات لنا حوالي 8 او 7 فرص، ممكن الشوط الاول يخرج باكثر من 2. تعاملنا مع اللقاء بشكل ايجابي جدا، احترمنا فرقه وادي دجله بالامكانيات والقدرات وطريقه التحفيز اللي عاملها معاهم المدير الفني اللي عم قدم موسم طيب جدا جدا، والحمد لله على المكسب. يعني مكاسب عديده كمان، نشوف صلاح وسعد سمير وجيرالدو كمان النهارده بياخد فرص، يمكن مكاسب عديده كابتن كمان النهارده بجانب المباراه. يعني طبعا مكاسب كويسه بعوده الناس ديت، لكن كمان يمكن بيخرج ياسر النهارده الحمد لله، يعني ما فيش حاجه اتمزقت ولا في حاجه شدت منه. هي بيقول على وصف ياسر يعني انها قفشه جدا، فاستنى دقيقه ولا دقيقتين انها تفك يعني، لكن ده ما حصلش. فبرضه الراجل قال على طول والدكتور فضل ان هو يطلعه مباشره. ايا كان الوضع احنا في مرحله زي ما انا قلت بيرجع لك 2 3، حتى لو في اصابات يعني او اجهاد وارد جدا جدا، لكن احنا مصممين على اللي احنا عايزينه ومصممين على الهدف اللي احنا عايزين نحققه، وان شاء الله الرحمن هنحققه باذن الله. رمضان برضه مهم اطمن عليك من خلاله، يمكن اشتكى ولا ما اشتكاش عايزين. رمضان يعني كان قال ان هي في بدا تقل في العضلات بشكل عام يعني، تمام. والراجل يعني فكر على طول في تغييرته، لكن بصلاح محسن، وده برضو عشان انت عارف انت عندك مباراه افريقيه ومباراه في الدوري والمباراه متلاحقه يعني، فالحمد لله على كل شيء. مباراه سيمبا مهمه جدا التحضير لك يا كابتن سيد، يمكن عشان نبص على النتائج. بالنسبه للمباراه الثانيه لابد يكون في تحضير جيد جدا لمباراه سيمبا. بص، دوري المجموعات اشبه بالدوري، يعني هي دي زي ما بيحصل اصرارات دايما في الدوري برضو البطوله الافريقيه كده، وخصوصا في مرحله تجميع النقاط. مباراه سيمبا مباراه صعبه ومباراه مهمه، خصوصا ان انت تقابلها وبعدين هتطلع تقابلها مره ثانيه في ارضها. يعني هي عندها خط هجومي كويس جدا، عندهم اللاعب اللي هو 7 النجم منتخب اوغندا، وواحد من العناصر المميزه جدا جدا. برضو عندها طريقه تحضير اشبه بفرقه وادي دجله كده، لكن في العموم احنا بنتعامل بايجابيه جدا، وان شاء الله الرحمن هنحقق اللي احنا عايزينه.